يا مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا ويوم جديد من الحياه اليوم واخبارنا بنتابعها مع حضراتكم بشكل يومي. في مقدمه اخبارنا الخبر اللي بيحصل حالا دلوقتي واحنا بنتكلم، طبعا منتخبنا الوطني والبطوله بطوله كاس الامم الافريقيه واولى ماتشات المنتخب امام منتخب موزمبيق. خلاص احنا بنتكلم انه بدات المباراه بالفعل، وان شاء الله ان شاء الله يا رب دعانا لمنتخبنا والابطالنا باذن الله ان هم يعني يفوزوا النهاردة علشان تكون فتحة خير، تكون دي دافع أو حافز لاستكمال البطولة وتحقيق اللقب، يرجعوا لنا ومعاهم إن شاء الله يعني البطولة التامنة للأمم الإفريقية. إن شاء الله دعانا لمنتخبنا، وهتفضل بطبيعة الحال عينينا عليهم، وهنشوف طبعا تطورات الماتش على طوال طبعا الحلقة النهاردة. لكن خليني أقول لحضراتكم بقى إيه اللي معانا في حلقتنا النهاردة بإذن الله تعالى. النهاردة هنتكلم في عدد من المواضيع وعدد من الملفات، في مقدمتها بطبيعة الحال التطورات الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية. بنتكلم على مرور 100 يوم على العدوان المجرم على قطاع غزة، 100 يوم من الحصار، 100 يوم من الانتهاكات، 100 يوم من جرائم الحرب والإبادة، 100 يوم من المجازر، 100 يوم من الأوضاع الإنسانية التفوق التصور، وكمان 100 يوم من الأكاذيب والتدليس. ويمكن الموضوع ده هنتطرق ليه النهاردة من خلال فقرتنا الأولى اللي هيشرفنا فيها الكاتب الصحفي أستاذ بلال الدوي، لأن احنا الحقيقة بنشوف أكاذيب كتيرة من هذا الكيان واحنا متعودين عليه، هو في الأساس كذبة كبيرة، وكل طبعا التصرفات وال حاجات الباطلة اللي بيروج ليها على مدار أيام اعتداءه على قطاع غزة، ومرورا طبعا مؤخرا باللي حصل أمام محكمة العدل الدولية واللي كنا اتكلمنا عنها امبارح، وإزاي يعني بيحاول ان هو يتنصل من الجرم الخاص بيه ويتكلم عن مصر بشكل أو آخر، وقصة المساعدات اللي اتكلمنا فيها امبارح. لكن مش بس كده، لكن كمان عندنا في منظمات حقوقية دولية قامت بإصدار تقارير مشبوهة، ووسائل إعلام إخوانية كمان مأجورة يقوموا بترديد العديد من الإشاعات والأكاذيب حوالين الدور المصري في التعامل مع القضية الفلسطينية. ده إن شاء الله هيكون في فقرتنا الأولى. الفقرة الثانية هنتكلم فيها في ملف منتهى الأهمية، ملف الهجرة غير الشرعية، ملف إنك يكون عندك الكفاءات اللي تقدر إنها تسافر برا وتلاقي عمل وفرصة مشروعة ليه. هيشرفنا النهاردة دكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، وهو كمان المدير الإقليمي للكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية في مصر والشرق الأوسط، عشان نتكلم معاه عن جهود مصر في التصدي للهجرة غير الشرعية، وكمان حوالين الاتفاق اللي تم توقيعه مؤخرا ما بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية بخصوص برنامج تدريب وتأهيل للعمالة، وإن يكون في مهن مطلوبة للعمل في أوروبا والناس تسافر ليها بشكل يعني يكونوا مطمنين ويقدروا ان هم يكونوا يعني محصنين بشكل قانوني. ده ان شاء الله هيكون مواضيعنا وفقرتنا الرئيسية بإذن الله. لكن خلونا نبتدي بقى، ما شاء الله 1-0 النهاردة حالا دلوقتي للمنتخب الوطني، إن شاء الله يعني دعانا بإذن الله وهم يعملوا اللي عليهم، يبقى في الروح البطولية والناس عارفة إن الشعب المصري كله بيدعي لهم واقف وراهم، والكورة بتفرح الكل، وزي ما شفنا مران طبعا المنتخب المصري وإن الرياضي إن لاعب كرة القدم هو قدوة لكتير من الشباب والأطفال، فبإذن الله يا رب يفرحونا ويرجعوا لنا بالبطولة، وماتش النهاردة ينتهي كده ايه بالفوز، وفوز كبير كمان. طيب كنا بنقول ايه بقى بالنسبة لأخبارنا، وأول خبر لينا متعلق طبعا بالملف الخاص بقطاع غزة والدور الأصيل للدولة المصرية في هذا الملف على كافة المستويات، الدور الإنساني، الدور المتعلق بإحداث التهدئة والوساطة، الدور المتعلق كمان بإيجاد حل نهائي، حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. عشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام اللي فاتت شفنا كتير من اللقاءات والاتصالات مع المسؤولين الدوليين مع كل الأطراف علشان نحقق هذه المعادلة. النهاردة لقاء مهم جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وهو أيضا وزير الخارجية، وكان حاضر هذا اللقاء معالي وزير الخارجية وسفير الصين في القاهرة. والحقيقة أن اللقاء تطرق لكثير من الأمور، طبعا في مقدمتها الأزمة الفلسطينية، وحصل توافق كبير طبعا في الرؤى وبخصوص طبعا رفض
التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية، أهمية إدخال المساعدات الإنسانية وضرورة معالجة جذور الأزمة. وهنا بنتكلم عن الحل السياسي وإن يكون في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. كمان المسألة تطورت برضو للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة كمان خلال الفترة اللي فاتت بتجمع ما بين مصر والصين، سواء بنتكلم على الجانب الاقتصادي وعدد من المشروعات طبعا من الصين هنا في مصر وأهمية استمرارها وأهمية كمان تطويرها خلال الفترة اللي جاية، في ظل كمان انضمام مصر لتجمع البريكس اللي تم تفعيله في بداية السنة دي، وطبعا الصين موجودة في هذا التجمع، فكتير من الأمور إزاي يعني نبقى في علاقات اقتصادية أقوى وأمتن خلال هذه الفترة. كل دي أمور تم الحديث عنها من خلال هذه الزيارة، ده اللي هنتابعه من خلال التقرير، ونرجع تاني لحضراتكم ونكمل أخبار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين الصينيين بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير الخارجية الصيني سلم السيد الرئيس رسالة من الرئيس الصيني شين شينبينغ تضمنت التهنئة على إعادة انتخاب السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. من جانبه وجه السيد الرئيس الشكر للرئيس الصيني منوها إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكدا استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي. وفي ذلك السياق تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق. اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، خاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي. وقد اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري مثمنا دور مصر المشهود له عالميا على المسارين السياسي والإنساني، وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبا والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات، مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة اتساقا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وعن أهمية هذا اللقاء والتنسيق المصري الصيني في ملف المتعلق بالقضية الفلسطينية وعلاقتنا مع الصين عموما، ده اللي هنتكلم فيه ونسأل عنه دكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية. مساء الخير دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك يا فندم.
اهلا يا فندم استاذ لبنى والساده مشاهدي قناه الحياه. يا اهلا وسهلا بك. يعني طبعا موقف الصين موقف معروف، وشفنا يعني كلمه الصين اكثر من مره امام مجلس الامن الدولي، والتوافق الكبير اللي حصل النهارده ما بين الموقف المصري والموقف الصيني فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، ده بتشوف اهميته ازاي دكتور احمد، واهميه التنسيق فيه لاحداث تغيير في تعامل المجتمع الدولي مع الازمه؟ خلينا في البداية نؤكد يا فندم على أن موقف الصين الداعم لمصر كان ممتد عبر التاريخ لامتداد العلاقات المصرية الصينية اللي كان لها مواقف إيجابية دايما ما بين التوقيت اللي كان فيه الحزب الشيوعي الصيني مع الفترة اللي كانت سنة 1952 وقيام جمهورية مصر العربية الجديدة بعد انتهاء بثورة 23 يوليو. كان موقف الصين داعم بشكل كبير جدا منذ هذا التاريخ ومنذ تأمين قناة السويس، وكان القرارات الأممية دايما تتاخد بالصين لصالح مصر دائما نظرا لأهمية مصر موقعها الاستراتيجي والتاريخي والسياسي بالنسبة للصين عبر التاريخ. تمام. وده النهاردة ظهر من خلال رسالة وزير الخارجية الصيني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت بتتضمن تهنئة الرئيس الصيني لإعادة انتخاب السيد الرئيس للفترة الرئاسية الجديدة، وكانت بتأكد على حرص الصين استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، وده يؤكد اعتراف الصين ودور مصر القوي الاستراتيجي في الأزمة الحالية في المنطقة العربية. عبر الأحداث الماضية أكدت على أن دور مصر مهم جدا بالنسبة للصين، اللي تؤكد المرحلة السابقة أن هناك ما يطفو فوق السطح بشأن حروب اقتصادية تشمل حروب المضايق والمسارات التجارية، ولا اختلاف على أن السياسة والاقتصاد هم العنصران الذين يسمحان باستقرار الدول ودعم التنمية وإنشاء البناء فيها في الدول اللي بيكون فيها تعاون مشترك نحو الهدف. تمام. وفي المرحلة الأخيرة كان انضمام مصر لمنظمة تجمع بريكس، كان بيؤكد أن مصر على خريطة الحزام والطريق الطريق الحرير اللي تسعى الصين لتأكيد دورها الريادي في إعادة إحياء هذا الدور التجاري عبر الدول مسار الطريق. وده شفناه من خلال العلاقات الاقتصادية القوية اللي كانت بتؤكد على استقرار الشركات الصينية على المشروعات الاقتصادية في مصر هنا، ولا سيما مشروعات المواني وتطوير محور قناة السويس الاقتصادي والمنطقة الاقتصادية والمحاور الموجودة في مناطق الشحن داخل المواني المصرية. تمام. وهنا نؤكد على أن الصين ترى أن مصر هو هي الشريك الرئيسي الاستراتيجي في الشرق الأوسط، اللي استقرارها بيؤكد على استدامة استقرار جزء من استقرار دولة الصين في هذا الشأن. وده اتاكد النهارده من خلال المسارين السياسي والاقتصادي وبالظبط كده. وكان النهارده دور الصين بانها تكون داعمه للموقف المصري تجاه قضيه غزه، والتآلف ما بين الرؤى الصينيه كان ظاهر النهارده من خلال بيان المشترك لوزير الخارجيه الصيني مع السيد سامح شكري وزير الخارجيه المصري، ومن خلال لقائه والبيان الصادر عن الرئيس النهارده. وبالتزامن مع ده دكتور أحمد، حرب اقتصادية وحرب كلامية وحرب تصريحات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني، ده إزاي بتشوفه في إطار كمان العلاقات المتزنة اللي بتتمتع بيها الدولة المصرية مع كل الأطراف؟ خليني أقول لحضرتك أن منذ بداية عام 2014 واستقرار البناية الجمهورية الجديدة لمصر، اتبعت استراتيجية جديدة في التنوع الدبلوماسي ما بين الشرق والغرب وعدم الميل نحو أي طرف من الأطراف أو الأقطاب العالمية وعدم الدخول في أي تحالفات أو تكتلات، واتجهت مصر لمرحلة البناء الخاص بها لشعبها ولاستقرار المنطقة، وكانت تسعى دائما للسلام في منطقة ملتهبة نتيجة آثار 2011 وما تلاها من أحداث في الدول المختلفة. نعم. وفي الموقف ده كان يؤكد ان مصر كانت تسعى نحو البناء، وده سعى ليه دول كبيره في حول العالم انها تؤكد تعظيم استثماراتها في مصر نظرا لما تتمتع مصر به من موقعها ومواردها ومن خلال القوى الشعبيه الموجوده فيها، واضافه الى كده القيمه العسكريه الكبيره لمصر في المنطقه، وده اللي دفع مثلا دوله زي الصين انها تكون ليها تعاون عسكري كبير ما بين التصنيع المشترك ما بين مصر والصين، وظهر من خلال معرض ايديكس الجناح الكبير اللي كان موجود لدوله الصين في معرض ايديكس
اضافه الى التنوع التطوير. وده هنا يا فندم تؤكد على ان الدول اللي تسعى للتصنيع المشترك العسكري ما بينها وبين الدول الثانيه بتكون تسعى الى شراكه كامله. طيب. وهنا ده بيؤكد الدور، وده شفناه النهارده من خلال موقف الصين الداعم القوي ونحو استقرار المنطقه في الفتره الاونه دي. أنا هستغل فرصة حضرتك موجود معانا على التليفون برضو وادخل مع حضرتك في ملف تاني، واستمرارا طبعا للأكاذيب الإسرائيلية المتعلقة بالدور المصري ومسألة المساعدات. كان في تصريحات مهمة اتقالت امبارح وتم استكمالها النهاردة من خلال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وهقول كده عناوين سريعة. إن مصر بذلت، والحلو برضو العظيم في المسألة إنه بالأرقام وبالبيانات والتواريخ، مصر بذلت خلال الميت يوم الدامية التي مرت من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، وأن الجيش الإسرائيلي قام بقصف الطرق المؤدية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات على الأقل، ومصر قامت في خلال فترة بسيطة بالإصلاح الكامل لهذه الطرق. أضاف كمان دكتور ضياء رشوان وقال إن السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعابر قطاع غزة كانت بتأخر تفتيش المساعدات قبل السماح بمرورها للجانب الفلسطيني، ومعبر رفح طبعا ما كانش مقفول للحظة واحدة طوال أيام العدوان. حجم المساعدات الطبية اللي دخلت غزة من معبر رفح 7000 طن، المساعدات من المواد الغذائية 50000 طن، حجم المساعدات اللي دخلت لغزة من المية بنتكلم على 20000 طن، و1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، 11000 طن مواد إغاثية تانية، 88 عربية إسعاف جديدة دخلت قطاع غزة، تم إدخال 4500 طن من الوقود وغاز المنازل، إجمالي عدد الشاحنات اللي عبرت من معبر رفح لغزة 9000 شاحنة من بداية دخول المساعدات من الجانب المصري، استقبلنا 1210 مصاب ومريض من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، عبور 23000 شخص من الفلسطينيين والرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصري من العالقين بالقطاع. وفي النهاية أكد دكتور ضياء رشوان أن مصر بتواصل جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والسعي من أجل زيادتها. دكتور أحمد، الرد المصري أو التوضيح المصري بهذا الشكل بالأرقام بالإحصائيات بإيه اللي حصل، بتشوف ده إزاي في إطار يعني أنه في دلوقتي تربص وفي إصرار على يعني اتهام مصر بشكل أو بآخر أو الحاق الأذى بيها، وأن البعض كمان من المنابر المعروف أغراضها المنابر الإعلامية بتتبنى هذه الرواية الإسرائيلية، يعني هم طول الوقت كانوا كذابين وما كنا بيقول كذابين في حاجة زي كده، لا دول عندهم حق. بتشوف إزاي الإزدواجية دي دكتور أحمد؟ طبعا انا بشكر حضرتك على السرد الرائع من الارقام اللي النهارده هي لوحدها وثيقه رسميه عالميه تؤكد على ان مصر دائما كانت هي البوابه الرئيسيه للمساعدات الانسانيه بالاطنان نحو الجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح. خلينا يا فندم نرجع ليوم 20 اكتوبر زياره السيد انطونيو غوتيريش الامين العام الامم المتحده الى وقوفه عند معبر رفح، في صوره كانت صعبه شويه ان احنا مش عارفين ندخل بالمساعدات للجانب الثاني والمعبر مفتوح امام كاميرات العالم كله، وهنا كان في تزييف لبعض وكالات الانباء المقصود بها تزييف الصور الحقيقيه، وكان الموقف والمشهد كان معروف يمكن الناس شافوه والسوشيال ميديا تناقلوه عن من خلال المراسل نقلت اكاذيب معينه عن قفل المعبر، وده كان ظهر برضو دخول المعبر كان دي محتاج من مصر كان اصلاح الطرق الداخليه اللي تم قصفها من خلال جيش الاحتلال في الوقت ده، وطبعا بعدها بدات تدخل المساعدات وكانت على مرأى ومسمع من الجميع، وكانت كل وكالات الانباء العالميه بتشوفها من خلال مطار العريش او من خلال ميناء العريش اللي كان بيستقبل المساعدات بالاطنان يوميا عشان تقدر انها تدخل المعبر، والحافلات كانت بتدخل دايما. موقف مصر كان مؤكد دائما على ان اصرار مصر على دخول المساعدات هو الهدف الرئيسي لمصر، وان معبر رفح مفتوح من الجانب المصري دائما، وان تعطيل المساعدات ومحاوله اتلافها قبل وصولها للفلسطينيين، ومثبت انه كان بيتم من خلال اجراءات التفتيش المتعسفه من خلال جيش الاحتلال داخل القطاع
غزة قبل وصولها إلى المساعدة. هو يا دكتور أحمد والكلام ده قالته أو قاله الجانب الأمريكي، أنا السؤال هو ليه الإصرار ده؟ حتى أمريكا كانت بتطالب وبتناشد إسرائيل بأهمية إدخال المساعدات، وإن ما يعني بلاش معبر رفح كرم أبو سالم، وإنه يحصل تسهيلات، وإن إحنا بننسق علشان ندخل المساعدات. فبالتالي المسألة دي واضحة يعني وضوح الشمس، فليه اتفضل. يعني يا فندم كان زيارة وزيرة الخارجية الألمانية 5 أيام لمعبر رفح معاها محافظ شمال سيناء اللي هو القضية شوفة، كانت موجودة هناك وشافت بعينيها أن المعبر مصر من الجانب المصري مفتوح وأن في تعطيل لدخول المساعدات للجانب الفلسطيني. طيب هنا النهاردة في قرار أممي صادر 2700 ده الوحيد اللي ما كانش في فيتو أمريكي صح؟ بالضبط يا فندم، وما تنفذش برضه. و156 دولة يا فندم صارت تسعى للتصويت عالميا، ده أعلى تصويت تم في الأمم المتحدة على قرار أممي إدخال المساعدات لإدخال المساعدات عالميا. في حين إن إحنا نشوف ازدواجية المعايير باعتراف أمام مثلا الجنائيات الدولية، وهي مثلا نجد أن المحامي الإسرائيلي يرى أن اعتداء يوم 7 أكتوبر على الإسرائيليين كان اعتداء، وهو بيشوف الجزء الثاني اللي يخص إن في هجوم من قوات جيش الاحتلال بتدمير قطاع غزه والكلام ده، فقال انا لست محامي للدفاع عن هذا الشان. هنا في ازدواجيه المعايير كانت موجوده دائما في التصريحات الاعلاميه والمنابر التي تسعى الى تثبيت الحقائق دائما. موقف مصر يا فندم موقف داعم للقضيه الفلسطينيه منذ عشرات السنين وليس من النهارده. لا احد يستطيع ان يزايد على مصر في موقفها الداعم لبناء دوله فلسطين على حدود 4 يونيو 1967. هذا ما ذكرته جميع التصريحات والمسؤولين المصريين والرؤساء عبر السنوات اللي فاتت كلها فندم. منذ قضية فلسطين للنهارده احنا وفلسطين قلب واحد، لا يعني ما فيش خلاف في اي حاجه ممكن بيننا وبين شعب فلسطين الا حاله وحيده ان احنا نتمسك بارضه. ده واجبنا ودورنا وقدرنا في نفس الوقت ان يتم المزايده علينا بشكل او باخر. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد المجيد خبير العلاقات الدوليه. الملف بكل تفاصيله هنرجع ونتكلم فيه مع حضراتكم بعد شوية مع أستاذ بلال الدوي بإذن الله في الفقرة الأولى. نكمل بقى أخبارنا، والحقيقة مشهد مهم ومشهد محترم حصل النهاردة في مجلس النواب، وكلمة عظيمة ومقدرة من معالي طبعا رئيس مجلس النواب معالي المستشار دكتور حنفي الجبالي. كلمة مهمة، وندخل على موقع التواصل الاجتماعي الحقيقة يعني الكل أشاد بيها والكل اتكلم عليها وخد منها مقتطفات، لأنه طبعا كان في كلام كتير حوالين 2 من النواب، وتم يعني إيه توضيح الأمور ويعني قطع بقى الطريق على المزايدة في هذا الشأن. كان في وقعة متعلقة ب يعني احد النواب النائب مجدي الوليلي، واللي كان اتقدم طلب من النائب العام، النائب العام قدم طلب لمجلس النواب علشان يتم رفع الحصانة عنه للتحقيق معاه في وقعة اصدار شيك بدون رصيد. دي اول وقعة. الوقعة الثانية متعلقة بالنائبة نشوى رائف، اللي طبعا حضراتكم سمعتوا وعرفتوا خلال الايام اللي فاتت كان في كلام عن وقعة غش ويعني ومشدة وشيء من هذا القبيل يعني حصلت في جامعة الوادي الجديد. طبعا ما يعني مش عايزين ايه نستبق الامور، دي وقائع وهتكون قيد التحقيق، يعني انك تقول ده متهم ده فعلا حصل عليه الواقعة دي، لا التحقيق هيحصل وطبعا النتيجة هنعرفها، فدي مش ادانة، لكن دي مسألة انك ترفع الحصانة علشان يتسنى طبعا لجهات التحقيق انها تحقق مع اعضاء مجلس النواب مع الاثنين اللي تم رفع الحصانة عنهم النهاردة. زي ما حضراتكم كلمة مهمة وقوية من رئيس المجلس، خلونا نتابع مع حضراتكم جزء منها ونرجع تاني. ورد كتاب من السيد المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن سيادة النائب مجدي صادق محمد زكي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، حيث عرض الأمر على مكتب المجلس وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي انعقدت بدورها
لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور، وقررت منحه أجلا لتسوية الأمر على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه 9 يناير الجاري، وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس، وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله في القضية سالفة البيان. أما الأمر الثاني فقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام سيادة النائبة نشوى محمد رائف بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب جامعة جنوب الوادي. ولما كانت الواقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب، فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة لسماع أقوالها فيما نسب إليها، وذلك إعمالا لحكم المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على مجلسكم الموقر. طيب، امبارح كنا بنكلم حضراتكم عن العاصمة الإدارية الجديدة، وكنا بنتابع حجم التطوير والشغل والإنجاز اللي حصل على أرض الواقع طول الفترة اللي فاتت، وكان عندنا كتير من التصريحات والأخبار اللي كان بنتكلم فيها امبارح مع باشمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية، اللي قال إن في افتتاحات وفي تسليمات قريب قوي، وده بالفعل الحقيقة اللي حصل النهاردة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي النهاردة كان في احتفالية تسليم أول 3 أبراج إدارية ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة، والأبراج الإدارية الثلاثة دول بيعتبروا يعني باكورة كده مرحلة التسليم في المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة، واللي إن شاء الله يعني هيبقى فيه 20 برج هتنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، من بينها طبعا البرج الأيقوني اللي احنا عارفينه ارتفاعه 400 متر واللي هيدخل ضمن مراحل التسليم في الوقت اللي جاي في المشروع. اتكلم رئيس الوزراء النهاردة في تصريحاته على ان الدولة انفقت اكتر من 500 مليون جنيه لتوفير الاسكان لمحدودي الدخل وحل مشاكل المناطق غير الامنة، وان الابراج طبعا اولا التصريح ده يعني في محله، لانك وانت في وسط العاصمة الادارية الجديدة مع التطوير مع البرج الايقوني مع الاستثمارات اللي بيتكلم فيها محلية او اجنبية مع ميزانية يعني العاصمة ما دخلتش او يعني ما كلفتش الموازنة العامة للدولة جنيه واحد، فانت مع الحديث والجديد اللي بتعمله بتتكلم كمان عن الشغل اللي انت عملته لمحدودي الدخل والشغل اللي انت عملته لأهالينا في اللي كانوا عايشين في المناطق الغير آمنة والمناطق العشوائية وغيرها، فانه ازاي يحصل التوازن ده وانك تشتغل في كل الملفات بالتوازي. امبارح برضو كنا بنتكلم على تطوير القاهرة التاريخية، فانت شغال في القديم اللي عندك وبتشيل التراب عنه وبتشتغل لمحدودي الدخل وبتشتغل للمستقبل، فده مهم انك توضح انك تخاطب الرأي العام وتقول انا بعمل ايه في هذا الملف ده، غير طبعا كتير من الملفات اللي احنا محتاجين دايما نكون على وعي ونكون مدركين بكل تفاصيلها.
طيب نرجع لكلام رئيس الوزراء، اتكلم كمان عن المبادرة، الأول عن مسألة الأبراج. الأبراج دي تم بنائها بتحالف شركات مصرية مع الشركة الصينية، وإن الشركة الصينية بتنفذ المنظومة بمنتهى الاحترافية. برضو اتكلم رئيس الوزراء عن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، واللي أسهمت في تراجع حدة مشكلة الإسكان في مصر، لما رئيس قال مش عايزين أزمة سكن، اللي عايز شقة يلاقيها، فإن ده حصل بجهد وبمشاركة من القطاع الخاص علشان نقدر إن احنا نقدم كل أنواع الإسكان. برضو رئيس الوزراء اتكلم عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري في مقار الشركات والمناطق التجارية والترفيهية في المنطقة دي، في العاصمة الإدارية الجديدة. وبرضو كمان أهو اتكلم على تطوير القاهرة القديمة زي ما بيتم تطوير المدن الجديدة. طيب احنا سريعا خلصنا اخبارنا، بعد الفاصل ان شاء الله اولى فقرتنا النهارده مع الكاتب الصحفي استاذ بلال الدوي. اهلا وسهلا بحضراتكم معانا مره تانية. 100 يوم من العدوان الاجرامي على اهالينا في قطاع غزه، 100 يوم وما حققش هذا الكيان اي شيء، اي انتصار، اي حاجه يسوقه كده للراي العام عنده. لا قدر ان هو يعني يقضي على القدره العسكريه لحماس، ما قدرش ان هو يسترجع المحتجزين طبعا الاسرائيليين لدى المقاومه، ما عملش حاجه. صحيح للاسف الشديد جاب غزه على الارض، وده ورطه كمان قدام المجتمع الدولي وقدام شعوب العالم كله، اللي بدات انها تشوف اجرام هذا الكيان، وبدات القضيه الفلسطينيه ان يكون ليها مكان، والروايه الفلسطينيه بقت مسموعه عند الشعوب. فخلاص يعني خلصت الاوراق. صحيح الفتره اللي فاتت ما بقاش في حديث او كلام منه غير عن مصر، مره محور فيلادلفيا او معبر صلاح الدين، وانا بقول لك ده جر شكل للدوله المصريه، واخرها طبعا اللي حصل قدام محكمه العدل الدوليه ومحاوله اتهام مصر بشكل او باخر، لكن كذب مفضوح، كذب يعني باين، العالم كله شايف ومتابع، حتى الدول اللي بتساعده بتدعمه من اول يوم كانت بتتكلم معاه عن ضروره ادخال المساعدات. طيب ايه اللي بيحصل؟ ليه ده بيحصل دلوقتي؟ وليه البعض اشترى الروايه الاسرائيليه؟ ولاي غرض؟ الملف ده هنتكلم فيه مع الكاتب الصحفي ضيفنا العزيز طبعا في الحياه اليوم استاذ بلال الدوي. اهلا وسهلا بيك يا استاذ بلال، منور. اهلا بحضرتك يا استاذه، واهلا بالساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا بيك. ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ يمكن لو هنقول راينا بقى في اللي بيحصل بعد مرور 100 يوم، هنقدر نحط عنوان كبير كده، منشط: نتنياهو وحكومته يلفظون انفاسهم الاخيره. هم دلوقتي بقى لهم فتره اكتر من يجي 20 يوم او 25 يوم الاخيره من العمليات القصف والعدوان البشع المروع على قطاع غزه، عايشين بالمعونات والإعانات التي تقدم لهم من الأمريكان والبريطانيين والألمان. احنا بنسميها دي عملية تنفس صناعي. دلوقتي جسد الحكومة الإسرائيلية يعيش الآن بتنفس صناعي. لو تم سحب التنفس الصناعي منه هيسقط سهل جدا جدا، وده اللي بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدته بأن حكومة نتنياهو في الأنفاس الأخيرة. طيب هي ليه بقى في الأنفاس الأخيرة؟ لأن احنا بنقول نتنياهو يضع نفسه في كفة، وإسرائيل وجيشها وإعلامها ومواطنيها في كفة، وما إذا كان هناك مبادئ أصلا. فإذا احنا شايفين هذا الرجل برعونته وإقدامه على الوجود في منصبه كرئيس للوزراء الإسرائيلي يفعل كل ما في وسعه من بلطجة وإجرام وعدوان، عدوان لم يسبق له مثيل. احنا شفنا في العدوان قبل كده اللي كان في 2014 استمر 51 يوم، دلوقتي احنا داخلين في 101 يوم. احنا بنقول ان نتنياهو قارب على السقوط هو وحكومته المتطرفة، مش انا اللي بقول متطرفة، ده الرئيس الامريكي جو بايدن قال نصا على نتنياهو ان يتخلى عن بعض المتطرفين في حكومته. البعض المتطرفين احنا عارفين ان البعض دي من 3 لـ 9، هم اكتر من 5، كلهم متطرفين لهم اغراض صهيونية، يعني هدفهم تحقيق اهدافهم الحزبية
وهم موجودين في مناصبهم على حساب الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والقضية الفلسطينية. رقم واحد اللي طلعنا بقى في البخت اليومين دول اللي هو بيتعدى حدوده في التصريحات اللي المتجاوزة طبعا ضد كل شيء، مش ضد مصر بس، ضد كل شيء. احنا شفنا واتفاجئنا بإلياهو اللي هو وزير التراث الإسرائيلي اللي هو اتكلم عن موضوع القنبلة، القنبلة الذرية، طيب القنبلة النووية. طيب هو لما حد يقول هنضرب قنبلة نووية يبقى ده هيدخل مساعدات او عايز يدخل مساعدات، يبقى ده مش عايز يعمل إبادة جماعية. إبادة جماعية ده الاعتراف سيد الأدلة، الراجل قال لك انا هنضرب قنبلة قنبلة نووية. طب ده اعتراف رسمي بالإبادة الجماعية اللي هم بيحاولوا يلفوا ويدوروا عليها ان هم لا يعني ده بيدافعوا عن النفس. اولا مفيش محتل ليه حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي. ثانيا احنا بنتكلم عن حضرتك اعترفت وقلت ان انت هتضرب قنبله نوويه، وبالتالي دي جريمه نص عليها القانون الدولي بان دي اباده جماعيه رسميا، مش محتاجه لا شهود ولا محتاجه لمحكمه ولا محتاجه حكم يتم اصداره من محكمه العدل الدوليه. حضرتك قلت هنضرب قنبله. طيب حاجه تانية، سموتريتش اللي هو وزير الماليه متطرف ايضا، متطرف ايضا، احنا قلنا الياهو اللي هو اللي قال وزير التراث ده اللي هو الذراع الثاني لبن غفير لان هم حزب يهوديه الاثنين مع بعض. فاحنا بنتكلم عن الثاني اللي هو سموتريتش وزير الماليه. سموتريتش وزير الماليه ده متطرف رسمي، متهم في قضيه قبل كده وتم الافراج عنه. ليه؟ القضيه بتقول دي شخصيته اللي هو بينفذها دلوقتي هو في الحكم. بيقول ايه القضيه مسك فيها ليه؟ لان هو حينما كان منضم لاحد الميليشيات الصهيونيه قبض عليه وهو لديه 200 جالون كان يريد ان يقوم باشعالهم على المستوطنات. على المستوطنات وتنياه خده فرح بيه جابه وزير. ما هو لعب التوازنات. احنا قلنا ان كان في خلافات مع المعارضه الاسرائيليه وكانوا هم انشغلوا بخلافاتهم اللي هو لبيد وكده اللي هو قائد المعارضه دلوقتي، فعشان خاطر نتنياهو يحصل على الاغلبيه في الكنيست اللي هم 120 كرسي فلازم ياخد 60 وشويه وواحد كرسي، فهو خد 62 كرسي او 64 كرسي وبالتالي حصل على تأييد حزب سموتريتش وحزب بن غفير، عشان كده لديه فواتير هيدفعها. لما لو جينا فقارنا المشهد ده بمشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان حينما تم في يونيو 2014 تولى السلطه باراده شعبيه قال قولته الشهيره اللي احنا كلنا عارفينها، ليس لدي فواتير هدفعها لحد، وبالتالي انا امن واستقرار وسلامه الوطن ونهضته وتنميته هو العامل الرئيسي الذي يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي امام عينيه. بالنسبه لنتنياهو لازم يدفع فواتير لسموتريتش وانصاره وبن غفير وانصاره. اذا سموتريتش بيقول ايه؟ بيقول ان هو عايز يعمل مستوطنات اكتر. طب هتعملها فين يا ابني؟ قال لك اعملها في الاراضي الفلسطينيه التي سنحصل عليها من شمال غزه. طب وبعدين؟ ده الاستيطان اصلا منصوص عليه في الاتفاقيات الدوليه التي تم توقيعها في الحكومات الاسرائيليه السابقه وكلنا بندين توسيع الاستيطان. قال لك لا، انا هدفي توسيع الاستيطان وخدمة المستوطنين. يبقى هو سموتريتش وزير المالية عايز يرضي أنصاره من مؤيدي الاستيطان على حساب الحق الفلسطيني. يبقى هو دي تاني معضلة. يبقى احنا اتكلمنا عن الياهو وزير التراث، اتكلمنا عن المتطرف، اتكلمنا عن سموتريتش ده مش متطرف ده معدوم القلب ومعدوم الضمير. التالت اللي هو بن غفير اللي هو بقى يعني مش عاجبه حتى أي حد، يعني هو يعني بينتقد دلوقتي اللي هو عايز يعمل عملية تهجير، ولكن مصر تقف وقفة صلبة وقفة صامدة من أجل عدم تهجير الأشقاء الفلسطينيين. بن غفير بينتقد وزير الدفاع جالانت وبينتقد عضو، حتى بينتقد عضو مجلس الحرب اللي هو جانتس اللي هو الأكثر شعبية فيه. واضح ان في انقسام وفي مشاكل في الحكومة الإسرائيلية، لكن قبل برضو ما اكمل في الجزئية دي خليني مع في المنطقة اللي تتكلم فيها، ده لأي مدى مسمع في الشارع الإسرائيلي؟ الداخل الإسرائيلي عامل ازاي؟ هقول لحضرتك وانا بتكلم حضرتك دلوقتي حالا واحنا بنتكلم دلوقتي، الرأي العام الإسرائيلي يتحدث عن مشاركة جانتس اللي هو وزير الحرب في مجلس الحرب الإسرائيلي، مشاركته في مظاهرات داخلية حضرها 100,000 إسرائيلي في تل أبيب رافضين استمرار الحرب وبيحملوا على عاتقهم رفع شراء، بيرفعوا شعار نحن نريد الأسرى والرهائن ولا بد من عملية تبادل الأسرى. يبقى وزير الحرب
الإسرائيلي اشترك في نزل مظاهرة. في مظاهرة نزل في مظاهرة وتصور فيديو وهو بيرافع اللافتات بيقولوا لابد من عملية تبادل الأسرى. هل هناك صراع داخلي؟ طبعا صراع داخلي، طبعا صراع داخلي واضحة جدا جدا جدا. إسرائيل مقسمة لعددا من المقسمة أقسام كثيرة جدا وكله عايز مصلحته، ولكن احنا بنقول كل ده لا يعنينا، يعنينا حاجة واحدة، يعنينا ثبات الموقف المصري، لأن طول ما العقد المصري قوي جدا ومتماسك جدا ولن ينفرط، طول ما القضية الفلسطينية ما زالت هتكون موجودة ده يبرر لنا أو يدينا رؤية كده عن جر الشكة المصري خلال الفترة اللي فاتت. ليه التركيز على مصر؟ ليه التصريحات دايما عن مصر خلال الكام يوم اللي فاتوا؟ التوقيت كمان لافت للنظر، الهدف إيه؟ وبرضه من ناحية تانية اللي بيتبنى أو بيشتري الرواية الإسرائيلية برضه هدفه إيه؟ مشترك مع هذا الكيان إزاي؟ بص يا أستاذة، الفاشل دايما الفاشل دايما عنده ذرائع، دايما عنده عملية تصدير مشكلته أو فشله للآخرين. مصر مدركة جدا 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 بأن هناك فشل الذريع لأهداف إسرائيل من الحرب والعدوان الذريع على غزة، بدليل إن هارتس عنوان طويل عريض في الصحف في صحيفة هارتس بيقول إيه على الجيش الإسرائيلي ومحللوه أن يتواضعوا أكثر، لأن هم لديهم غرور، غرور القوة، ولكن ده مش قوة، ده يعني الحرب ذات نفسها في لها قواعد، إن أنت ما تعتديش على المدارس وعلى المستشفيات وكده. هم تعدوا كل القواعد واخترقوا كل يعني الحروب كلها، ما شفناش احنا كده خالص. وبالتالي احنا بنقول إن عملية جر الشكة المصري دي معتادة سهلة جدا، ولكن اللي بيعنينا ان احنا ثابتين على موقفنا، لا ننجرف لاي مشاحنات ما بينهم، لان احنا فاهمين ان هم عندهم مشكله داخليه بيحاولوا يصدروها لينا احنا حتى يتم الدخول في مشاحنات احنا في غنى عنها. ما تفاجئتش طبعا المنابر الاخوانيه تبنت الروايه الاسرائيليه دي؟ انا هم صعبانين عليا قوي العيال دي، هم اصبحوا مرضى في قلوبهم مرض، المرض ده من مصر تحسي اي مرض. طيب والمساعدات اللي حضرتك واحنا كلنا شفناها على الهواء مباشره، هم كانوا بيقولوا 70% مساعدات مصر تحملت، دلوقتي بيان رسمي ان 80%. طيب جوتيرش لما اتفضل وجه قابل فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي، هي بتيجي كده يعني يعني نغمه كده، فخامه رئيس السيسي، فقابل فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي وشفنا، وراح زار معبر رفح وشاف حجم المساعدات اللي كانت امام معبر رفح. الحجم ده يدعونا للفخر ان مصر لا تترك الاشقاء الفلسطينيين. كل المساعدات اللي مصر قدمتها دي دخلت ازاي يا نتنياهو؟ حضرتك مش قلت دلوقتي ان السبب مصر مش عايزه تدخل مساعدات وقفت؟ طب المساعدات دخلت ازاي؟ ده كانت منصوص عليها في الهدنه 500 شاحنه في اليوم، دخلت ازاي واحنا قافلين؟ طيب اذا كان الاشقاء الفلسطينيين ذات نفسهم، اسماعيل هنيه ذات نفسه في احد بياناته اللي هو بيطلع يقول بيان مصور كل يوم جمعه اشاد بالدور المصري، اسامه حمدان ذات نفسه متحدث باسم حركه حماس في لبنان قال الكلام ده ان مصر قدمت مساعدات، ده حتى الاشقاء القطريين، ده حتى جوتيرش. مش عارفه ليه انا بحس حتى واحنا بنتكلم ولما كنت بقولها في الاخبار ان احنا مش محتاجين ندافع عن نفسنا، مش محتاجين نقول ان احنا بندخل مساعدات، مش محتاجين نقول ان معبر رفح مفتوح، زي ما حضرتك بتقول دلوقتي مسؤولين دوليين جم عند المعبر وشافوا، رؤساء عالم كانوا بيناشدوا اسرائيل بادخال المساعدات، فالكلام واضح باين، فبالتالي انك بتزايد دلوقتي وان البعض بيحاول يعني يصطاد في المايه العكره. احنا ده كنا بنقول كده، غريب، كنا بنقول كده يا استاذه الى ان جاءت قناه القاهره الاخباريه زوبت الجليد اللي كان موجود في الراي العام المصري وعلاقته بالخارج. احنا بنقول الصوره تتحدث عن طبعاً مصر وما فعلته مصر، طبعا الشاشات كانت بتجيب كميه شاحنات غير طبيعيه امام معبر رفح، شافها كوتيرش ودخلت بالفعل واشاد بها قيادات قيادات حركه حماس وقيادات التنظيم حركه الجهاد الاسلامي والعالم كله، حتى قطر، حتى تركيا، هكان فيدال لما وصل مصر وراح العريش وكان بيستقبل المساعدات اشاد بدور مصر. تاني هكان فيدال وزير الخارجيه التركي عمل حوار مع قناه الجزيره قال نصا اشيد بالدور المصري في تقديم المساعدات، مصر فعلت كل ما في وسعها من اجل دفع القضيه الفلسطينيه الى الامام وتقديم مساعدات الى الاشقاء الفلسطينيين. طيب هو ده محتاج اثبات هو حاجة لو بمنطق تانية. معلش اقطع لو بمنطق ايه مصلحتي
كبلد أنا من مصلحة أدخل مساعدات، مصلحتي بدل ما أنا بقول مش عايز تهجير مش عايز تصفية القضية، إني أيسر الأمور وسهلها على الناس إن هم يقدروا يعني يقاوموا، يقدروا إن هم يستحملوا الوضع الصعب اللي هم موجودين فيه. هو نتنياهو حرام أو صعب إن إحنا نقول عليه إن هو بيرى بعين واحدة، هو أصبح بيرى بربع عين. ليه؟ لأن هو بينفي عن نفسه الإبادة الجماعية اللي احنا كلنا شايفينها والعالم كله شايفها وسائل العالم كلها شايفاها وقيادات العالم وزعماء العالم حذروا منها وعلنا كله شاف إبادة جماعية، والمنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية وكالة الإغاثة الأونروا حتى المكتب الأمم المتحدة الموجود حتى الصليب الأحمر كله حذر من الإبادة الجماعية اللي إسرائيل بترتكبها. نتنياهو بينفي دي وبينفي اللي احنا عملناه في مساعدات اشد بالعالم كله، زي ما قال ما بضربش يعني هو ده الراجل ما بضربش مستشفيات مشان يعني كله كذب في كذب. وبالتالي احنا بنقول ان نحن نحترم كل القيادات الدوليه اللي اشادت بدور مصر في تقديم المساعدات، ومن اولهم طبعا انطونيو جوتيريش الامين العام للامم المتحده وراح في معبر رفح وشاف. الحاجه الثانيه مارتن جريفز ده وكيل الامين العام لشؤون الاغاثه الانسانيه، تمام، بيتكلم عن مصر بطريقة جميلة جدا وعن المساعدات اللي مصر قدمتها، هو ده خير دليل وخير إثبات وخير رد على الأخ اللي هو لا يرى إلا بربع عين نتنياهو. احنا بنقول مصر موقفها المشرف اللي احنا لو شايفين فيه أي حاجة هنقول، ولكن احنا بنقول موقف مصر مشرف جدا في الوقوف دبلوماسيا واقتصاديا مع القضية الفلسطينية ودعم من كافة المساعدات للأشقاء الفلسطينيين ولن نتركهم. وكمان هو ناقص كمان يقول لنا أن مصر ما بتقومش بدور في توحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية، ده موجودين عندنا من طول الفترة اللي فاتت ومفاوضات كبيرة جدا مضنية من أجل ثلاث حاجات ما يعملهمش إلا مصر. واحد، مبادرة مصرية شريفة هي عين العقل شامل. واحد شامل، احنا بنقول وقف إطلاق النار، وقفوا اطلاق النار، اتنين عشان ندخل مساعدات، تلاتة عشان نتبادل الرهائن والأسرة، هو ده العقل اللي بيتقال. نحترم كل المبادرات العربية وكل المبادرات التي تم تقديمها، ولكن مصر بتقول لن نتدخل في شأن اي دولة عربية، مش الشأن الفلسطيني بس. مصر ما قالتش اي حاجة تتعلق بقضية فلسطين، لا، مصر قالت وقفوا العنف وقفوا اطلاق النار عشان نقدم مساعدات للناس اللي بتموت، الناس اللي بتموت والعداد شغال، العداد بيعد، الناس بتموت. الإنسانية، مصر تتحدث بقلب إنسان، مصر تتحدث دبلوماسيا وفي كل المحافل الدولية من أجل وقف إطلاق النار. طبعا هم عايزين يعني يجرجروا مصر لحاجات فرعية عن النقطة الأساسية التي نتحدث عنها، نرفض التهجير. هم يقولوا إيه بقى؟ أقول لحضرتك هي اللعبة ماشية إزاي. يطلع البيت الأبيض إصدار بيان رسمي يقول لك إيه، نحن نحذر من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط على طول. بلينكن يطلع في المؤتمر الصحفي يقول لك إيه، نحن نحذر، والبيت الأبيض موجود هناك، البيان صدر من البيت الأبيض، وبلينكن موجود في المنطقة العربية في زيارته يقول لك إيه، بيكرر نفس الكلام، نحن نحذر من اتساع دائرة العنف والصراع. طب وبعدين؟ طب الحوثيين، ويضرب في الحوثيين في البحر الأحمر، بس الحوثيين ده أصلا الحوثيين السلاح اللي مع الحوثيين أصلا أمريكا أعلنت إن هو تم سرقته ب 500 مليون دولار اللي كان موجود في اليمن. وبالتالي احنا شايفين لعبة دولية رسمي بتتم، بيتكلموا كلام وتصرف عكسه، بدليل ان نتنياهو يقول، ان بايدن يقول يعني يا سموتريتش يا وزير المالية عليك ان تعطي الفلسطينيين جزء من حقوقهم المالية الضائعة اللي انتوا محتجزين الفلوس، محتجزينها فلوس ايه، فلوس الضرايب. يطلع سموتريتش يرد عليه، وزير ماليه اسرائيل يرد على الرئيس الامريكي يقول له لا، لن نعطي دولار واحد لمن يعتدون علينا. لعبه تقسيم الادوار. طيب بايدن تاني يوم يطلع يقول لابد ان يتم الحفاظ على ارواح بعض المدنيين، حسبوا على ارواح بعض المدنيين. يرد عليه بن غفير ذات نفسه وزير الامن الاسرائيلي، يطلع يرد عليه يقول له ايه، انت حضرتك انت بتمشي كلامك علينا، لا، نحن لسنا نجمة زرقاء أخرى في العالم الأمريكي. يا سلام أمريكا، يا سلام، تروح أمريكا بعدها مدية 8 مليار دولار، أيوة، ومدية مساعدات عسكرية وكل حاجة، وهي بتقول طيب خلينا نقف شوية ناخد نفسنا ونفكر حضراتكم ونفتكر كده ونشوف كلام الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح. Dear volunteers، أعزائي المتطوعين، سيداتي وسادتي،
من الصحافة من المستحيل أن تكون هنا وأن لا تشعر بأن يكونك قلبا محطا. نحن نشاهد تناقض بين خلف هذه الأسوار. لدينا 2 مليون شخصا يعانون بشكل كبير. لا يوجد لديهم مياه أو طعام أو دواء أو غاز أو وقود، وهم تحت النيران ويحتاجون كل شيء للنجاة. في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالمياه بالطعام بالوقود بالدواء والطعام، بالضبط نفس الأشياء التي نحتاجها أن تكون في هذا الجانب من الحائط. إذا هذه الشاحنات ليست فقط أي شاحنات، لكنها خط حياة، هي الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة. ورؤيتهم عالقين هنا يجعلني أكون واضحا جدا. ما نحتاجه أن نريدهم أن يتحركوا تحريك هذه الشاحنات للجانب الآخر من الحائط في أسرع وقت ممكن وبأكثر كمية ممكنة. على فكرة هو كمان، نفتكروا حضراتكم، الأمين العام للأمم المتحدة ما سلمش منهم ولا من لسانهم، واتهموه بالكذب بالتضليل ودعوه للاستقالة. وطبعا بعد الكلمة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، طبعا أثارت الاستياء، لأنه اتكلم عن عدالة القضية واتكلم عن جذورها واتكلم إنها ما ابتدتش يوم 7 أكتوبر وشرح الموضوع بكل تفاصيله. فدلوقتي أي حد ما يبقاش معاهم بطبيعة الحال هو ضدهم وضد الهدف الرئيسي بتاعهم. احنا بنشيد بدور أنطونيو غوتيريش جدا، الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه هو منصف. أول من ذكر على لسانه كلمة إبادة جماعية. أيوة. أول أيوة. من ذكر على لسانه المجاعة. البيانات بتاعه موجودة عندي على الإيميل. واحد حذر من المجاعة، حذر من شبه مجاعة. بعد كده حذر من المجاعة، بعد كده بيقول إحنا في مجاعة حقيقية. بيقول لك رغيف العيش يتم تقسيمه على 4 أفراد في جنوب غزة، لأن خلاص شمال غزة ما عادش فيها حد. هم يعني موقف أنطونيو غوتيريش محترم، وموقف وكيل أنطونيو غوتيريش برضو محترم، للشؤون الإنسانية مارتن جريفز، موقف غير طبيعي، موقف جميل جدا، موقف عادل، موقف مشرف، لأنه يدافع فعلا عن قضية عادلة. هما الاثنين موقفهم طبعا يعني يتماثل تماما ويتطابق تماما مع الموقف المصري. يمكن احنا بنتكلم عن الداخل الإسرائيلي، اللي هو الأحداث الداخل إسرائيل بتأثر علينا بالفعل. يمكن أحدث حاجة خالص في إسرائيل إن نتنياهو تقابل مع بعض الأسر الأسرى، أهالي الأسرى والمحتجزين، وقال لهم جملة احتفت بها الصحف الإسرائيلية، قال لهم أبشركم بأخبار سارة قريبا. ناخد الجملة دي ونحطيها على جنب، ماشي. في حاجة تانية، بعض العسكريين السابقين أكدوا على ضرورة أن يتم قبول عملية تبادل الأسرى، منهم شاؤول موفاز، وده معروف، ده كان وزير دفاع إسرائيلي سابق وكان متهم في قضية، ولما خرج من القضية أول تصريح ليه وهو على باب السجن قال لابد أن يتم رأب الصدع بين الرأي العام الإسرائيلي والحكومة بإيه؟ قال لك نعمل إيه؟ بس ده ما يعتبرش نصر للحكومة الإسرائيلية، ده تبادل أسرى، يعني ما دخلوش حرروا، ما فيش عملية عسكرية، ما فيش شيء، فهيشتروا بيها الرأي العام؟ هم عايزين الوضع الداخلي صعب جدا يهدى، فعايزين يهدوا الرأي العام. يمكن يهود باراك برضو، ده كان وزير دفاع سابق ورئيس وزراء سابق، قال لابد من عملية تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار وعملية تبادل هدنة. طيب جانتس موجود في المظاهرات، ده دليل ان هو عايز يعمل تبادل الأسرى. الجالنت هو المسيطر إلى حد ما بطريقة كبيرة جدا، وبرضه سيرضخ ليه عملية تبادل الأسرى. طيب نستشف من الحاجات دي إيه يا أستاذة؟ وأخيرا أيوة. نستشف بأن إسرائيل مقبلة على قبول عملية هدنة تقترب من 20 يوم، سيتم فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى وإدخال مساعدات. طيب إذا كانت المساعدات هتدخل، يبقى فين بقى أن مصر الكلام الفاضي، الكلام الفارغ، اللي هو يعني أي نوع من أنواع الكلام؟ مصر في الهدنة اللي فاتت كان دايما الكلام أنه يعني
500 شاحنة يوميا. الناس تتنفس، الناس تعرف تعيش، تبقى فرصة لإدخال المساعدات، إن كل يوم بيحصل فيه هدنة إن بتدخل مساعدات أكبر، الناس تقدر إنها تكمل حياتها، فده لوحده يعني نصر لأشقائنا في غدا لغاية لما طبعا الأوضاع تهدى. الموقف المصري مشرف، عايزين نأكد على كده، لازم الرأي العام المصري يعرف بأن مصر تقف جنبا إلى جنب مع الأشقاء الفلسطينيين، مصر تدافع عن القضية الفلسطينية بكل ما أتيت. الموقف المصري احنا شايفينه في كصحفيين بنقول عليه ان هو موقف متجذر، لان تاريخنا بيقول ان احنا واقفين طبعا مع القضية الفلسطينية والاشقاء الفلسطينيين، فدورنا التاريخي ووزارة الخارجية المصرية بتاريخها وعراقتها واسلوبها الدبلوماسي سواء الحوار مع المنظمات الدولية في عملية هارموني في العلاقات مع المنظمات الدولية، دورنا محدش يقدر يزايد عليه، دورنا دور الدولة المصرية محدش يقدر يزايد عليه، محدش يقدر يقلل منه، والدليل ان احنا بنقول ان مصر مهبط جميع الوفود الأجنبية سواء من الدول العربية أو الدول الغربية من أجل وجود حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. بنستمع لكل الآراء وبنقول وجهة نظرنا التي لا تحيد عنها أبدا، وهي وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، تبادل الأسرى، وحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، و دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أرض ما قبل 5 يونيو 67. وده يعني لسه آخر حاجة حصل النهاردة في الجزئية اللي بتتكلم فيها، وجود وزير الخارجية الصيني ولقائه مع الرئيس النهاردة، وتم التوافق والتأكيد على هذه الثوابت المصرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي بلال الدوي، ونشوفك على خير إن شاء الله. شكرا حضرتك وشكرا سادة المشاهدين. بعد الفاصل بإذن الله فقرتنا الثانية مع دكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، المدير الإقليمي للكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، حديث عن الهجرة غير الشرعية ونجاح الدولة المصرية في هذا الملف، وإزاي بنبني على كده إن احنا نوفر فرص عمل للمهن الحرة إنها تقدر إنها تشتغل وتسافر في جو آمن. بعد الفاصل إن شاء الله. بأحدث الطرق التكنولوجية والتحول الرقمي سينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، لذا نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل هذه الدورة للمعرض المقرر إقامته في 24 من يناير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية. في كل عام لدينا حرص كبير على أن يكون هناك الكثير من الجديد هذا العام. أولا مشاركة النرويج، مملكة النرويج ضيف شرف، هو اختيار استثنائي، اختيار لتلاقي الشرق مع الغرب، لقاء الثقافة، حوار الحضارات، أيضا أن يكون هناك مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية من أجل أن نضع فكرة صناعة المعرفة كيف يمكننا أن نستقبل بها العالم الرقمي الجديد. المعرض يضم 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، وعدد العارضين 5250 عارضا، كما تحل مملكة النرويج ضيف شرف في اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا، ويكون المبدع سليم حسن شخصية المعرض، وكاتب الأطفال يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل. أنا سعيدة بوجودي هنا. الكتب النرويجية والكتاب النرويجيين الذين سيكونون موجودون في معرض القاهرة الدولي للكتاب سيكونوا موجودين كل يوم، وسيكون هناك حوارات بين الكتاب النرويجيين والكتاب المصريين، وسيكون هناك فرصة طيبة للتعرف على الجمهور المصري من خلال هذه الحوارات، وأيضا سيكون هناك أنشطة في مكتبة الإسكندرية، وسيكون هناك أنشطة في مكتبة ديوان. وبالفعل تم ترجمة هذه الكتب من النرويجية إلى العربية، وقد بيعت كثير من النسخ بالفعل هنا في مصر. صناع النشر كلهم بيتواجدوا في هذا المعرض، نجد ناشر من المغرب يأتي ليقابل زميله من العمان أو من لبنان أو من السعودية، فبالإضافة إلى الناشرين هناك الكتاب والمفكرين. هذه الدورة للمعرض شهدت مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت للاشتراك في المعرض، ويتم استقبال الزوار يوميا من الساعة 10 صباحا، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات. وفيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور، خصصت هيئة النقل العام خطوط أتوبيس من وإلى المعرض. آية القاضي، الحياة اليوم.
برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. تابعتوا معانا طبعا العرض السريع اللي احنا عملناه في ملف متعلق بقضية خطيرة جدا وعانينا منها، وياما في الإعلام اتكلمنا عن مراكب الموت لو تفتكروا حضراتكم، وازاي يعني شبابنا اللي بيرمي نفسه في البحر ويعني يا جت ما جاتش، وطبعا ما بتصيبش أبدا، يعني الناس بتقدم روحها. فملف الهجرة غير الشرعية ده شغل مهم اشتغلت عليه الدولة المصرية خلال الكام سنة اللي فاتوا، لغاية لما وصلنا في 2016 إشادة من المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي إن ما خرجتش مركب واحد هجرة غير شرعي من مصر. بس كان لازم تشتغل على كذا مسار، إنه توعي الناس بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكمان توجد لهم البديل انه يبقى فيه فرص عمل سواء هنا او في الخارج. وفي الخارج دي معضلة، انك عايز انه الناس تبقى مدربة مؤهلة في فرص مناسبة، فالناس تشتغل في جو آمن وبشكل مشروع وقانوني. علشان كده النهاردة من خلال فقرتنا هنتكلم عن واحدة من الدول اللي الحقيقة مصر أو المصريين موجودين فيه بشكل كبير، وكانت واحدة من الوجهات لمسألة الهجرة غير الشرعية. إزاي تتحول بقى لمسألة إنها تكون جاذبة للهجرة الشرعية وتوفير فرص عمل للعمالة وغيرها من خلال كمان التدريب والتأهيل وشراكة واتفاقية تفاهم حصلت ما بين مصر والحكومة الإيطالية. ده الشغل الرسمي، لكن في شغل كمان غير رسمي من خلال اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، والحقيقة اللي عاملين جهد كبير وهنتكلم عنه النهاردة في مسألة توفير فرص العمل وتدريب المصريين عليها. دكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، المدير الإقليمي للكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية في مصر والشرق الأوسط، أهلا وسهلا بك دكتور عيسى. أهلا شرفنا يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك ومشاهدينا الكرام. الله يخليك. شكرا يا فندم. يمكن احنا قبل كده على التليفون اتكلمنا كتير بس فرصه وحضرتك موجود ان احنا نتكلم بقى عن ازاي العناوين دي حضرتك نازل مصر عشان تفعلها وتشتغل عليها. تمام جدا. ده طبعا ملف زي ما حضرتك اشرت اليه مهم جدا. الدوله المصريه انا فعلا احب يعني اشيد بالمجهود الكبير اللي بتقول بيه الدوله المصريه، لان فعلا ما فيش اي مركب بتطلع من عندنا من مصر، وده شيء يعني الحكومه الايطاليه فعلا مقدره يعني كويس جدا. اللي انت حضرتك قلت فيه ان احنا فعلا محتاجين سوق العمل الايطالي، على فكره محتاج بس بيقول لك في شروط معينه لازم مين اللي هيجيلي. انا عندي في اماكن في فرص عمل موجوده، بنعلن عن هذه الفرص، بيتم تعليم الشاب اللغه الايطاليه والثقافه الايطاليه بحيث ان هو يجي ويندمج سريعا مع المجتمع الايطالي. طب بس الاول الفرص دي ازاي بتشتغلوا عليها وبتوفروها؟ تمام. يعني بتعملوا ايه مع الجانب الايطالي؟ تمام. حصلت اتفاقات بيننا وبين المقاطعات الايطاليه في ايطاليا، بدانا بمقاطعات ايميليا رومانيا، ودي مقاطعه في شمال ايطاليا بتحتاج عماله دايما كل سنين. حضرتك زي ما انت عارفه برضه ان ايطاليا دوله عجوز، يعني السن بتاعها كبير، ناس كبيره، مفيش يعني شباب مش كتير، مفيش كتير ومفيش حتى اولادها كتير، ودي يعني امور بتعاني منها اوروبا كلها، بس ايطاليا يعني بنعاني منها فعلا، فعاوزين تجديد. فطبعا انا قلت طب خلاص لو احنا عندنا فرصه بما اننا متواجدين، واحنا على فكره احنا تاني جاليه، اكبر جاليه موجوده في ايطاليا. يعني العدد قد ايه تقريبا؟ العدد تقريبا نص مليون، يعني تقريبا نص مليون. الجاليه الثانيه او هي الاولى الجاليه الاولى مصريه على مستوى اوروبا، ولكن الثانيه على مستوى ايطاليا. يعني الاولى طبعا الجاليه المغربيه. طيب في كوتا اصلا الحكومه الايطاليه بتبقى محدده كل جنسيه عايزه منها قد ايه؟ مظبوط. احنا بنشتغل بعيد عن الكوتا دي كمان، صح؟ وفي 15,000 الحكومه الايطاليه عاملاها كوتا مخصصه للدول اللي هي مهاجره للهجره. دي كوتا اوكيش، اتفاقات حكوميه بتتم فعلا، وبيتم من خلال وزاره القوى العامه الايطاليه. اصحاب العمل بيروحوا هم للوزاره بيطلبوا الاشخاص اللي هم بيحتاجوهم في الاماكن اللي محتاجينها. اللي احنا فكرنا فيه يعني خارج بقى نطاق الكوتا ده، لان فعلا الاسلوب ده للاسف اكتشفنا فيه برضو ان فيه تجاره، وفي ناس بتستغل، في ناس بتبيع عقود العمل دي وبتروح هناك. للاسف الشديد عندنا حالات كتير جدا من جنب الاتحاد ما تلاقيش حاجه، يعني بيدفع فيها مبالغ باهظه، وبعدين بيوصل عندنا
هناك ويلاقوا لهم فلوس الشغل، انا جبت لك التاشيره وانت دخلت، فانا خلاص انا ده دوري بينتهي هنا. لا احنا غير كده خالص. تمام. برضه في جزء اللي هو حضرتك برضه اشرت ليه، الهجره غير الشرعيه، بنحط يعني نفسنا تحت اللي هم تجار البشر، تجار الموت انا ممكن اسميهم كده. ليه؟ صحيح. لان فعلا بيروحوا بيموتوا في البحر يا فندم. ده اللي بيوصل عدد قليل جدا، وبعدين ايضا بيبقى فريسه لل يعني للاعمال اللي هي غير شرعيه، لان طبعا هو غير قانوني يترحل يبقى في السجن عنده، وده برضه بيحصل عندنا برضه للاسف الشديد. طيب ايه الفرص المتاحه؟ ايه الموجود حاليا؟ احنا اول اتفاقيه عملناها واتكلمت النهارده مع معالي وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي، ان احنا هنحتاج قابلت الوزير النهارده الصبح. انا بعت صور حضرتك يعني الصبح ده 12 في في موقع الوزاره. تمام. واتكلمت في ايه يا دكتور عيسى؟ اتكلمت ان انا حاليا عملنا اتفاقيه حضرتك، ان بما ان محتاجين يكون في تاهيل لغوي زي ما قلنا 110 ساعه 100 ساعه لغه ايطاليه و10 ساعات ثقافه ايطاليه، عشان يعرفوا الثقافه بتاعت البلد اللي هم رايحين فيه، عشان يندمجوا معاه بسرعه، عشان يعرفوا ما يحصلش يعني كمان مشاكل، ما يحصلش اي مشاكل. الشق الاخر هو التدريب المهني، وده انا طلبت من معالي الوزير وفعلا مشكورا قبل، وان شاء الله هيتم اتفاقيه بروتوكول تعاون بين اتحاد عمال المصريين في ايطاليا وبين وزاره الشباب، اللي هو هنستخدم مراكز التدريب الشباب، مراكز الشباب الموجوده في انحاء الجمهوريه، ان احنا ندرب كمراكز تدريب. ايوه. مين اللي هيدرب؟ احنا كايطاليين مدربين ايطاليين هندرب مدربين مصريين، بحيث طبعا بعد ما دربوا عندنا المدربين دول هم يعني مدربين ايطاليين ولا مصريين ايطاليين؟ لا لا المدربين هيدربوا، هنعمل تدريب مدربين يعني تدريب المدربين. والمدربين بقى هم اللي هيدربوا في تمام. يعني مش هيجي كل ايطاليين في كل المراكز، لا. ايوه. طب فاحنا هنعمل جزء للمدرب مخصص للمدربين دول اللي هيدربوا عندنا. تمام. هم بقى اللي دورهم يعني المدربين هيطلعوا على ايطاليا يتدربوا، وبعد كده هم وبعد كده يرجعوا هنا بقى يدربوا الشباب الرائع. يدربوا الشباب. طب هو الشباب اللي هيدخل في المراكز دي او ياخد الدورات دي، تمام، بيبقى الراغب في العمل ولا خلاص اتاكد انه ده ينفع فهنشتغل عليه وندربه؟ طبعا هم دلوقتي بيجي لنا طلبات كتيره جدا في عده من المهن. المهن اللي احنا حصلنا عليها الان هي مهن الخدمات العامه اللي هي بتخص الفنادق والسياحه، الزراعه دي اللي هي اتفقنا معاها الاتفاق الحالي. في مراحل ثانيه جايه التمريض، في مراحل ثانيه البناء والتشييد، في مراحل ثانيه اللحام، في النجاره، في السباكه، في طبعا دي كل ما نحصل على جزء ان هو بيحتاجه السوق العمل كل ما هندرب. يعني هنقف عند الحته دي عشان عايزه تفاصيلها اكيد، فهنطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية، وخليني طبعا أجدد ترحيبي بدكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، والحقيقة يعني جايهم بيبشرنا وكلام عن فرص عمل ويعني حاجات للمصريين الراغبين في العمل بإيطاليا، بس بشكل شرعي بشكل قانوني بشكل آمن، وكمان إنك تكون متدرب ومؤهل للعمل. أنا قطعت حضرتك قبل الفاصل قلت لك أنا محتاجة نتكلم كده براحتنا أكتر عن الفرص. إيه اللي ممكن الشباب عندنا يشتغل فيه في إيطاليا؟ الفرص الحالية اللي احنا اتفقنا عليها هي المجال الزراعة. أي حد يعني موجود في كمزارعين أو عنده خبرة احنا كلها هنتكلم فيه دلوقتي، مهن حرة، عمل حر. والخدمات العامة اللي هي الفنية بقى. تمام. الخدمات العامة دي بتكون في الفنادق، بتكون في أماكن يعني محتاجة مثلا زي ما تقول حضرتك إن احنا زي ما قلنا الدولة مسنة، فمحتاجين برضو الناس شباب اللي هم يرافقوا المسنين. تمام. وأخبار حضرتك برضو ده يكون برضو عنده دراية شوية بال يعني بالتمريض، مش أقول مثلا يكون ممرض ولكن مثلا يعرف يدي إبر، يعرف يعني إيه يعني يساعد المسن. تمام. أثناء تواجده في المنزل يعني. تمام. في الريسبشن، في المطاعم حضرتك، في الشواطئ، الكافيه، دي اللي هو في اتفاقات تانية يعني لاحقا هي تكون بقى في التمريض، عاوزين ناس في التمريض ان شاء الله المرحله اللي جايه، عاوزين ناس في البناء والتشييد، ناس كنت اقول لك بقى المصانع والشغل، احنا عايزين برضه الحاجات العماله الفنيه عندنا. موجوده. موجوده. وبعدين هو في كوتا اصلا يعني موجودين عندنا، انا مثلا في ناس بيبعتوا لي يقولوا لي ايه انا راجل لحام تحت الميه، تعرف حضرتك لحام دي طبعا دي مهنه نادره برضه بنعرضها هناك وبناخده، بس ايه مش هنعمل بقى اللي هو نظام البرنامج التدريب اللي هو لازم يدرس لغه، لا ده بناخده على طول وبنسفره. مهندس حضرتك مش عارف ايه في حاجات معينه يعني متخصصه. طب الناس بتتواصل يعني بتعرف عن الكلام ده ازاي؟ احنا بنقوله في الاعلام ماشي، بس ان انا اتواصل اقدم اعرف الكلام ده اكتر.
عندنا صفحه حضرتك صفحه اتحاد عمال المصريين في ايطاليا مشاركين فيها كتير جدا جدا، عندنا صفحات المغتربين في ايطاليا وبنعلن عنه وبيبعتوا لنا على الماسنجر بتاع الاتحاد وبيبعتوا لنا على الايميل بتاع الاتحاد. الايميلات دي كلها جات لنا بالسي في بتاعهم، ايه المهن اللي هم بيزولوها. يعني بس في حاجات الناس عندها خبره ولا هي عايز تشتغل بس التدريب ده مش موجود؟ لا، في ناس كتير عندهم خبرة، بس هو اللي بيخوفهم شوية موضوع اللغة. أنا بحب أطمنهم دلوقتي، إحنا مش عاوزين يعني واحد يكون معاه لغة A1 يعني. أصل أنا كنت بقى هتقول لدكتور عيسى يعني ما إحنا بنفوت في أي حاجة، بنسافر بره من غير لغة وعادي يعني. قلت لي لا، طب قلت لي يعني لا مش لا 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 الأساسيات. الأساسيات طبعا بيجي هناك بقى بالممارسة بقى كله هيبقى سهل إن شاء الله. طبعا بيلاقي هناك مصريين زيه وبيلاقي هناك يعني اصحابه في العمل، واخبار حضرتك. فده طبعا بدون شك بيبتدي. طب مده التدريب ده قد ايه؟ التدريب شهرين ونص. كله اللغه بال لا اللغه شهرين ونص. اللغه لوحدها شهر ونص عشان طبعا برضو ايه بيحصل، بياخد اتستد بيدهولنا واخبار حضرتك بان هو هيدفع فيها حاجه دي. دي على عاتق المشاركه طبعا، ده المعهد اللي هو طب ما ممكن يقول لك ايه، انا يعني هتدرب وهدفع بس هتاكد ان انا ان شاء الله. ده من شروط الشفر مقبول. لا يعني ان انا خلاص اتفقت مقبول اللي هيشارك. أيوة. اصلا احنا بنختار الناس اللي هي اصلا السي في بتاعهم بيسمح ان هو يكون من ضمن الناس اللي احنا هنستدعيهم، فده بديله اللغه. فاقول له انا بدي اللغه كده وبعد كده اشوف انا هاخد مين واسيب مين. مش بقول لاي حد روح شارك، بالعكس انا ببعت كشف للمعهد الايطالي اللي هو موجود هنا في القاهره وفي الاسكندريه. وعلى فكره برضه عايز اقول حاجه، انا عايز ان هو برضه اللي بعيد عن القاهره واسكندريه ممكن يشارك اونلاين، يعني ممكن يشارك في الدوره عشان برضه ايه نديهم فرصه هم كمان ان هم يشاركوا معانا يعني. فبالتالي هو مجرد مشاركته انا اللي ببعت الكشف كاتحاد العمال المصريين، بقول للمعهد جايين ال 25 دول. برضه في نسبه كبيره جوليا طالبينها من النساء، قال لك لازم برضه يكون يعني الدور النساء يكون موجود متواجد يعني. وطبعا العدد كبير جنة عدد كبير جدا، وجنة برضه من يعني برضه احنا ممكن عدد تقريبي كده هنبتدي بقد ايه الفتره اللي جايه؟ هو حاليا الكورسات كلها بيكون 25 يعني، كل كورس قال لك المعهد نفس اللي هو بتاع اللغه مش هياخد اكتر من 25. تمام. هنا في القاهره 25 وفي اسكندريه 25، يعتبر كده 50 ودورات ملهاش نهايه بقى. ملهاش نهايه ابدا يا فندم. مفيش مثلا عندنا مده محدده ان انا خلالها اقول خلاص كده ستوب، ايه القانون خلص. لا، ده اتفاقيه موجوده، كل ما يكون اهل الناس وجاهزه بنقدم الكشف ده للسفاره الايطاليه اللي هم شاركوا في التاهيل اللغوي ثم التاهيل المهني، ونقول للناس دي شاركت وجاهزه و مطلوب تأشيرة. حضرتك قعدت مع سفير ايطاليا في القاهره؟ انا قعدت معاه قبل كده، وبكره بكره رايح معاه تاني عشان اقول له ان انا اتفقت مع وزاره الشباب وهنستخدم، لان هم قالوا لنا يعني طبعا ده بدون شك لازم يكون في مشاركه من قبل يعني الوزارات المصريه. يعني احنا انا طبعا موجود في ايطاليا واتفاقاتي كلها مع ايطاليا، فلازم الجزء الاخر هو الجزء المصري اللي هو التأهيل اللغوي، وانا مع دون بوسكو الاماكن هكون ان شاء الله داخل مراكز الشباب اللي تابعه لوزاره الشباب. يعني هنعلم لغه، هندرب، نأهل، يبقى الناس دي جاهزة عندنا. إيطاليا إيدي الناس بتوعي أهو، فرص العمل أنتوا عارفينها متفقين عليها، نودي على طول. ده الهدف، ان احنا طبعا قبل كل شيء احنا ضد الهجره غير الشرعيه زي ما قلنا في البدايه. ده مهم جدا، احنا عاوزين نخش دوله، عاوزين نخبط على الباب يفتح لي الباب يقول له اتفضل، ده مكانك، دي اقامتك، دي تصريح الصحي بتاعك، عارفينك مين، بنرحب بيك، بنديك كل الضمانات، تعرف حقوقك، تعرف واجباتك، يبقى انت بني ادم موجود شرعي جوه البلد. مصر طبعا مشكوره، ارجع اقول فعلا بنقوم دي ولا اروع. عندنا مشكله في ليبيا، عندنا مشكله في تونس بيهاجروا منها الدولتين دول في شمال افريقيا، ولكن مصر الحمد لله ولا مركب زي ما حضرتك اشرتي طلع من مصر ابدا. يعني هتبتدي من امتى؟ انا هبتدي من امبارح. يا دكتور عيسى يعني بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه. لما يعني المصري لما بيكون بره، وحضرتك ما شاء الله بقالك سنين طويله في ايطاليا، بس يبقى عينك على بلدك وانك عايز تساعد الشباب وعايز توجد لهم فرصه عمل وتبص هنا وهنا، وده شيء مهم وشيء يعني انا بشكر حضرتك عليه وكل المصريين في ايطاليا. انتوا جاليه نشيطه، شفناكم في انتخابات الرئاسه ما شاء الله، يعني قمنا الدور فعال فعلا، وكون اتحاد العمال المصريين في ايطاليا قام بحجز كبير جدا، اتوبيسات كانت موجوده عليها الشعار بتاعنا، ورحنا السفاره. واحب اشكر برضو السفير بسام راضي طبعا المتحدث الرسمي السابق للرئاسه الجمهوريه حاليا، يعني قام بدور فعلا ولا اروع، وفعلا هو معانا متعاون جدا جدا، وبنشكركم، بنشكر قناه الحياه اللي هي بتدينا الفرصه ان احنا فعلا نعلن عن المبادرات بتاعتنا من خلالكم. يعني انما لما جيت بقى مصر في الزياره دي، يعني
ابهرتني. بحب انا دايما كده لما بتقلع حد بيجي من بره، انت شايف البلد ازاي يا فندم؟ انا رحت العاصمه، الإدارية. انا شفت يعني احنا عندنا فعلا في ايطاليا ما شفتش كل البنى وكل الكباري والمونوريل وكل الحاجات، يعني انا كنت اهو قول للناس في ايطاليا المصريين بانيين ايه، يعني ادي الفنيين والمهندسين، ادي الكفاءات. يعني ببارك لكم وببارك لنفسي طبعا كمصري ان احنا عندنا يعني حاجه نفتخر بيها. الفتره اللي فاتت دي اخر 10 سنوات فعلا الشغل ما شفناهوش ابدا قبل كده، الناس كلها يعني بتشكر، يعني حتى ما كنت مع يعني الناس اللي بتوصلني قال لك دلوقتي حاليا من مكان للاخر بتحرك ما شاء الله بسرعه جدا، شايفين حاجات ابراج، شايف حاجات فعلا. انا كنت النهارده فرحان، يعني كنت يعني جاي كاني سايح، كنت اجنبي يعني، بس انا مبسوط ان دي بلدي، وانا فعلا بحاول بقدر الامكان زي ما حضرتك اشرتي ان انا ندي الفرصه للشباب بتاعنا ان هم فعلا يكونوا نفسهم. على فكره برضو المكتب بتاعنا بتاع موجود، مكتب بتاعنا تابع للسفاره الايطاليه على موقع السفاره الايطاليه. احنا بنقوم المصريين لما بيشتغلوا عندنا لمده 20 سنه من حقهم انهم يحصلوا على معاشات، فالمعاشات ان شاء الله بنقوم بيه احنا كمكتب، بيجي له هنا حسابه الزوجه بتاعته، يعني بيخش له حساب باليورو، فبرضه اعتقد برضه كعمله صعبه كمبلغ يجي له من ايطاليا اكيد هيساعده ده كمعاش صح. لكن بالنسبه للوظائف المقابل بتاعها او الاجر برضه واخباره ايه؟ لا الاجر هو بص احنا عندنا في يعني في ايطاليا في يعني مفيش حاجه اسمها حد ادنى، ما وقفناش على الاجور الحد الادنى يعني. ولكن معروف ان هو تمام يعني لا يقل عن 1300 1500 يورو، ده اللي هو يعني مهم. وانت يعني عارفين طبعا وضع اقتصادي عندنا وفي العالم كله، ومحتاجين ان احنا في العالم كله تأثرين يعني في ايطاليا برضو احنا تأثرنا جدا جدا. عايز اقول لحضرتك ان احنا للمره الاولى بعد الحرب العالميه الثانيه ان رئيسه مجلس الوزراء الايطاليه جورجيا ميلوني اعلنت ان هي الشركات لازم تدعم المنتجات اللي هي اللي بيحتاجها المواطن البسيط، يعني المكرونه، يعني اللبن، يعني الخبز، يعني الحاجات اللي هي الاساسيه دي ان هم يقللوها على الاقل من 10 ل 15% من السعر اللي هو موجود. ده ما حصلش قبل كده ان يعني تطالب يقللوا الاسعار. احنا فعلا عايز اقول اللي بنسمعه ده بالشيء ده في مصر بس، كورونا هدت العالم، احنا ده عالم جديد تاني. وادي وبعدها يعني الحرب، ممكن نقول ما قبل كورونا وما بعد كورونا، وحاليا طبعا زي ما حضرتك برضه الحرب احنا مصر يعني محوطاها دول يعني غير مستقره في كل مكان، فاحنا نشكر ربنا اوقات صعبه قوي، ولكن مصر قدها وقدود يعني. ان شاء الله ان شاء الله نعدي منها جميعا على خير. دكتور عيسى اسكندر شرفتنا ونورتنا، ونكمل كلامنا اكيد ونبقى المتواصلين مع حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم نرحب بيكم، وده قناه عزيزه على قلبنا كلنا كمصريين في ايطاليا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بشكركم واشوفكم بكره ان شاء الله على كل خير يا رب.